هو تبي الحق ضي شنو اللي تبيه؟ مش ملاحظ ان طلباتك كثرة نواجد مرة ضي مرة مية وبنزين اخرى <applause> ناقص قولي تبي نافتة <applause> وانا حنستعبط ما عندي ضي ما, ما نكذبش عليك عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوتي في حلقة جديدة من شوية مع شيكا على الواو ليبيا الوضع الوضع مزري يا غالي الوضع سيء جدا من كم يوم تقريبا كلنا شفنا الصورة هذه الصوره كانت الراجل قاعد قدام حوشه وعالج جهاز تنفس في ما او مولد الكهرباء ليش لانه ما عنداش كهرباء فوق ولده ضروري ياخذ اكسجين فنزل وعلق له وكسر قدام الحوش وحتى لو ما شفتش انت الصوره هذه او غيرها فكيف تعتقد ان الناس اللي يتنفسوا بالاكسجين شنو يديروا لما ما تكونش في كهرباء مش عارف انت الباب هذا يعني كيف نخش نحكوا فيه هو اول حاجه ما فيش حد فهم حاجه وانت حتى لو تخش مثلا جوجل وتشوف تبي تعرف اي معلومات عن ليبيا حتلقى معلومات يا اما مغلوطه يا اما معلومات متضاربه وتسمع لي وشركات من قبل 2010 في منهم اللي بدو فيه وما وفي منهم اللي ما بدوش فيه بكل زي العاده طبعا وحتى لما تفتح التلفزيون وتبي واحد تفهم منه يخشك في مواضيع الكيلو وات والجيجا وات وال... شن دخلك انت بالكلام هذا؟ هل تعتقد يا صديقي شمال افريقي ان المواطن الاوروبي يعرف المواضيع هذينا؟ يعني يبدا مثلا ماشي في الشارع يبدا يحسب في الكيلوات والبي... ما عندهاش علاقه هو يفهم انه هو يزور البريزه اللمبه تولع، يفتح الثلاجه يلقى الواين بتاعه مسقع قاعد، زي ما انت تبي تفتح الثلاجه بتاعك تلقى نص دلاعتك تلقى نص الليمه اللي قاعدة في الرف والدوال الاكتيفيت قاعد جوا انت تبي كيف لكن للاسف ان الموضوع هذا سهل والعالم تخطاها من زمان بكل حتى في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه لكن احنا ما زال عندنا يا غالي والادهى والامر انك ما تعرفش تلوم من وانا باش نقول لك حاجه الاستقطاب والمشاكل السياسيه الهندور كبير جدا في اللي انت قاعد فيها لان مثلا الخصوم السياسيين حتى لو عندهم مثلا حلول او عندهم علاقات مثلا دوليه ما يبوش يستعملون توا ليش خلي الحكومه تتصرف وتبقوا الحق هي اي حكومه جت مسكت ليبيا قالت انا حننهي مشكله الكهرباء واغلبيتهم عطوه وعود غليظه ان مشكله الكهرباء حتنتهي خلال شهور وتمضي الشهور والسنون والحال كما هو عليه في الشتاء يقول لك ما تولعش لو سمحت وفي الصيف يقول لك طفي السخانه ما تكترش من المكيف الحاجات بس لان انا اكد لك ان تذكره النفط توا ما لهاش اي علاقه طفي الضي مهي بالعقل لان الصيف اللي فات كان نفس الموضوع والنفط ما كانش مسكر والصيف اللي قبله كان نفس الموضوع والنفط ما كانش مسكر كانت الشعبه تفلت وزيادة عليك يطلعوا جماعة شركه سرت وقالوا لا نحن ندز يا معلم في الغاز 145 مليون قدم دزيناها يوميا وانا والله عندي فكره خارج الصندوق يعني لو تسمح لي نقولها هو ليه ما تاخذوش الغاز هذا اللي تدزوا فيه انتم يوميا يا جماعه الكهرباء تبيعوه وتخلصونا حقنا كاش اه يا ريت والله يعني يطلع 35 مليون متر مكعب ديره الدولار مثلا يعني بنص دولار يطلع 15 مليون مش عارف شو وموزعون علي بعضنا كل مرة واحد ياخذ حاجة أنا عادي أنا مستعد ناخذ آخر واحد ما عنديش مشكلة اللي بيشري ما تريضي يجيب اللي بيجيب فرارة يجيب اللي بيكسد على البحر به عادي فأفشونا حقنا لو سمحتوا يعني معلش عطونا الضحكات في دينا ونحن نتصرف تو نديروا ضي وحد المهم الحكومة تو شافت إن شنو جماعة الكهرباء ضمة لا أنتم را كيف لا لا حولوا من للتحقيق مع العلم ان المشكله هذه مش جديده وجمات الكهرباء عندها تقارير تقريبا شبه شهريا او اسبوعيا يوصل للحكومه والحكومة عارفه الكلام هذا وعارفه المشاكل ودارت حتى عقد مع شركه سيمنز تقريبا من سنتين وشركه سيمنز قالت ان هي حتدير مشروع قريب لكن وقفت ما بتدير شيء وفي تقارير يقول ان الحكومه اساسا ما شركه الكهرباء بكره على العقود هذينا دارت نيه وحدك لا انا حندير عقود وحندير ضي انتم انت ما علاقه وبعدين لاسباب لا نعلمها وانشوف ان هي ممكن تكون اسباب دوليه ضغط انا شويه كي لا لفوتهم ما فيش شويه كهرباء اعتقد فصار فيها شنو تصدير الازمه كل واحد يصدر الازمه للآخر هذا يقول والله يا ما يجيبوليش في نفط وغاز وهذا يقول لا انا ما دخلنيش وهذا يقول لا نحن درنا عقود مع شركات انه مش دنديره. الحل مش هذا يعني هو مش انك انت تحول شخص وتجيب شخص مثلا كان كويس في مكان تاني لان بالنسبه لي انا الموضوع هذا عرف كيف شنو لما كنت زمان نلعب في البلاي ستيشن 1 ون وناخذ روبرتو كارلوس اللعب فيه مهاجم عشان هو سريع وشوط كويس مع العلم انه هو يلعب ظهير فهو عشان كويس غادي انا حلعبك مهاجم لا انا حلعبك غادي وانت حتسجل ويقول لي معلش انا نلعب مدافع يعني لا بس انت كويس مدافع فمعناه تقدر تلعب مهاجم يعني هذه ما معروفه ففكره الكراسي الموسيقيه هذه مش حتنفع شيل واحد جيب واحد هو اللي في عنده العصا السحريه مش حيغير الموضوع ليبي عنده مشاكل متفاقمه تقريبا من 15 سنه والازمات يزيدن والمشاكل يزيدن والناس يزيدوا استهلاكهم للكهرباء اكثر فالشبكة شبه انهارت وحتنهار أكثر لو ما درناش حلول قريبة جدا. أنا تبوا الحق واحد من الناس نشوف في أن الشركات العامة وكذا الكلام هذا يعني من نسوه الناس من زمان. آه لأنك أنت يا غالي يا صديقي يا شمال أفريقي نحن عارفين بعضنا كويس، نحن ما ندفعوش يعني في الفواتير ولا في المسامير. معلش في كان ضروري نقولها تو. بجديات يعني أنت تجيك فاتورة مثلا يمشي تدفع نصها تدفع ربحها ما تدفع بك. وكان مجو طبعا بالطريقه البدائيه ان هم يجيبوا واحد يقص الضي هيك الخيط بتاعك ويهرب فانت حتجيب اول واحد بدله عشر 10 جنيه ويركب لك الضي اخرى والدنيا تبدا حلو انت حتى اللي بيديروا عدادات قالوا لهم ما عندناش عدادات خلوها هيك بالثقه لان هي دائره مغلقه تعطي فلوس تاخذ كهرباء شركه تشتغل لا يخدموا انت تجيك وهكذا والدنيا تدور لكن لما تجي شركه خاصه يا معلم لك الفاتوره على التليفون ادفع مش تبي مكيف يصرفك في ادفع مش تبي تغطى بالبطانيه في الصيف درجه حراره 40 برا بس انت تبي جو شنو اسكيمو تبي بطريق انت فادفع وريني فلوسك الكلام هذا ينطبق على حاجات وازي شركه شركه الكهرباء وشركه النظافه والمياه لا ضروري شركات يكونها خاصه لان في يبدو اظن تدفع وهو انت تاخذ احلى خدمه تنقطع عليك كهرباء تخرب عندك حاجه تشكي فيهم تاخذ تعويض واغرب حاجه هنا قبل ما نختم ان كان الصيف يجينا فجاه واول ما تصير المشكله وانقطاع الكهرباء يبدي يفكروا اه والله طاقه نظيفه طاقة الرياح، حيانا شوف المغرب عندهم طاقة شمسية حاجه تقر يعني تخليك تلبس فانيلا صوفر قبه وتطلع تجري في الحمد. اللي قرا قرا بدري اللي قرا قرا بدري فربي يلطف بينا ويفكنا من هالوقود الحفوري اللي نحن نستعمله في 90% من نفط ثقيل وخفيف وغاد 90% في توليد الكهرباء و10% مش عارف يعني بخاريه تقريبا ولا مانيش عارف شو فاللي عنده فكره او مشروع او حاجه ممكن ذكيه هيك يكتبها لنا في الكومنتات او يقول لنا هو شو الرايه او يا سيدي حتى هيك يعبر عن شعوره في الكومنتات بس ما يسبناش نحن ولا يسب حد يعني. تعليقك والكومنت بتاعك وشيرك يا معلم ان شاء الله السلام عليكم